لجنة امتحان، لجنة في كلية تربية نوعية، طالبات بيمتحنوا أرقام جلوس ومراقب. بس لما تشوف الصورة اللي اتصورت على غفلة في اللجنة دي هتلاقي حاجة مش منطقية، حاجة مش طبيعية. هتلاقي البنات وهم قاعدين يعيني حلوا بقى، وهتلاقي المراقب واقف وعلى كتفه عيل أو طفل، مش هتفهم، ممكن تاخد انطباع إنه دي لجنة فيها هرج ومرج ومفيش انضباط. إنما لما تعرف الحدوتة مش بس هتسامح المراقب، ده أنت هتكبره وتحييه. المراقب ده هو دكتور صلاح أو أستاذ صلاح أحمد فؤاد، كان واقف بيراقب على اللجنة وجات له طالبة بتمتحن دراسات عليا وجياله وابنها على كتفها وقالت له أنا ولادي التانيين راحوا المدرسة ومعرفتش أودي ابني فين. فبطيبة وتسامح قال لها خلاص اقعدي، وحطت ابنها على حجرة. الولد فضل يعيط يعيط لدرجة إن مامته اللي هي الممتحنة هي كمان قعدت تعيط وحست إن هي لازم تختار ما بين إن هي تشيل ابنها وتسكته أو إن هي تكمل امتحان المادة. لما أستاذ صلاح أو دكتور صلاح شاف ده قال لها اقعدي يا بنتي، لأن هي قالت له أنا لازم أمشي، قال لها اقعدي يا بنتي كملي امتحانك وأنا هشلك العيل. وشلها العيل، والمفاجأة إنه نتيجة الطالبة دي في المادة دي كانت امتياز. خلينا نسقف ونحيي ونرحب بدكتور صلاح اللي معانا في الاستوديو هيحضر تصوير الحلقه. دكتور صلاح احمد فؤاد، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه. احنا سعداء ان انت موجود معانا النهارده، هتتابع معانا حلقتنا، بس احنا سعداء بالموقف الانساني اللي حصل ده. والله ربنا يخلي حضرتك، انا بدايه بشكر حضرتك على البرنامج الرائع اللي نسبه مشاهده بشكر حضرتك طبعا على اهتمام حضرتك بانك تعرضي النماذج الكويسه اللي موجوده في التعليم في ظل الناس عماله تتكلم عن التعليم والتعليم كله سيء ومدارسنا سيئه وجامعاتنا فيها مشكلات كتير. لا ان هي فيها، بص هي فيها، ما هي فيها صراحه فيها، بس احنا برضو لازم ننقي الحاجات الكويسه. احنا واقعيين وفي مشاكل. أيوة. طبعا، ولكن احنا عايزين نبص على الجوانب الايجابيه اللي ممكن تكون انطلاقه ان شاء الله للاصلاح. صحيح. يعني دكتور صلاح، انت رايح صحيت الصبح وعندك لجنه ورايح تراقب، الموقف ده حصل ازاي؟ والله هي طالبة عندي في الدراسات العليا، احنا كلية دراسات عليا للتربية داخل جامعة القاهرة، دول طلاب معلمين المفترض ان هم بيجوا يتأهلوا عندنا تربويا عشان يطلعوا مدرسين. هي ام لاربع اطفال، ثلاث اطفال منهم في المدارس، وطفلها ده رضيع يعني لازم يكون تحت رعايتها هي. فهي دخلت لجنة الامتحان، ده امتحان ميد تيرم كان في المقرر بتاعي يعني، وكان المفترض الامتحان منعقد، وهي داخلة ظروفها يعني دي حالة كانت استثنائية انه هي مش قادرة تسيبه في اي مكان. فاستأذنتني قبل اللجنة ان انا ممكن ادخل بيه واوعد حضرتك انه هيبقى ساكت يعني هو وادي الامتحان بتاعي. فهو مجرد ما دخلت الامتحان وبدا اداء الامتحان يعني هي اتفاجئت ان هو قاعد يعيط كتير جدا لدرجه ان هي حصل لها توتر ما بقتش عارفه تحل، وقالت لي طيب انا هستاذن وانا اسفه لحضرتك وانا كده مش هقدر اعمل حاجه. انا احترمت فيها اصرارها على انها تيجي الامتحان، وهي بتيجي من محافظه ومعاها ابنها جاي من الاقاليم، من الاقاليم ومتبهدله بمواصلات، دي لو بنت مش كويسه او مش مهتمه او التعليم بالنسبه لها دي حاجه استثنائيه او في اهمال، ما كانتش هتيجي تقطع المسافه دي كلها ومعاها ابنها رضيع عشان تيجي تقدم امتحان عشان تاخد شهاده تربويه، بالاضافه لحرص واهتمام اللي شفته في عينيها وهي بتكلمني وبتعتذر لي قبل اللجنه انه انا اسفه بس انا عايزه ادي الامتحان ومهتميه بيه يعني. فكان ردي ليها ان انا قلت لها ادخلي وامتحني ومالكيش دعوه بيه خالص، ما تشغليش بالك بيه هو معايا. وده اللي حصل يعني. هي اسمها ايه بقى الطالبه؟ هي اسمها امنه كمال. أمنة كمال. أمنة كمال. الدارسة أمنة كمال. الدارسة. طيب إن شاء الله تبقى دكتورة قريب، بس أمنة كمال معانا على التليفون. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أمو. يا أمو مين بقى، مين العيل اللي عمل الأزعرينة دي؟ أحمد. أحمد، أهلا بيكي يا أم أحمد. رحت اللجنة وابنك ما كانش في مكان تودي فيه أحمد، حد مأمون قصدي يعني، لحد ما تمتحني وترجعي؟ لا والله ما كانش في مكان، بس في كذا امتحان انا كنت بديه لده، برضه بيبقى معايا.
بس فترة الامتحان الساعة أو الساعة ونص كنت بديه الإجازة بره. فاليوم ده يعني معلش معلش صلاح معلش انا فهمت، انت قبل كده كنت تسيبي ابنك مع الداده بره، الداده اللي في الكليه، وتدخلي تمتحني وتطلعي. سبته مرتين او حاجه معاها. فمع المره دي ما عرفتيش، ما لقيتيش حد يشيل ابنك عارف. فدخلتي بيه؟ ما عرفتش. خلف يا دكتور صلاح؟ عندي اصل الشيله دي شيله احترافيه، يعني انت شلت عيال قبل كده. مش شيله واحد غشيم يعني. لا عندي الحمد لله ولد وبنت يعني. ربنا يحميهم لك يا رب، يخلي حضرتك ويعطيك كمان يا رب ان شاء الله. ابنا كمال الطالبه بكليه الدراسات العليا، ربنا يوفقك ويعينك ويعين كل واحده محتاجه 10 ايدين عشان تأدي الواجبات اللي عليها. دكتور صلاح انا بحييك لان ده موقف استثنائي، مره تانية ما ينفعش اي حد او كل الناس تجيب عيالها معاها، انما ده لحظه استثنائيه. وقادره افهم انه امنه لو كان عندها طريقه تانية تسيب ابنها بيها وتدخل اللجنه اكيد ما كانتش اضطر تدخله معاه. بشكرك وبحييك وسعيده ان انت هتبقى معانا في المتابعه.